هذا وتتواصل الجهود المبذولة في مدينة العريش ومعبر رفح البري لدعم الأشقاء الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية واستقبال المصابين. واستقبل معبر رفح 23 مصابا لتلقي العلاج اليوم بالمستشفيات المصرية. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. بعد التحية، يعني مجهودات مصرية كبيرة لم تتوقف منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة في شهر رمضان المبارك، في تجهيز عدد كبير من المساعدات الإنسانية لإرسالها إلى قطاع غزة. إذا ما تحدثنا عن حركة هذه المساعدات والشاحنات التي تتواجد بصورة كبيرة سواء هنا في مدينة العريش، وكما تروا عن يساري عدد من الشاحنات الخاصة والقوافل الخاصة ببيت الزكاة والصدقات المصري والمكونة من يعني مقدمة من 80 دولة مختلفة. هذه الشاحنات التي تذهب إلى معبر رفح وشاحنات أخرى أيضا على متنها عدد من الدقيق أيضا تذهب لقطاع غزة مباشرة من خلال بوابة معبر رفح المصري. حركة المعبر اليوم نتحدث عن دخول ووصول 70 شاحنة إلى الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى دخول 6 شاحنات للغاز، 4 شاحنات للغاز وشاحنتين للسولار، بإجمالي 6 شاحنات للوقود. بالإضافة إلى أن المعبر لازال يستقبل أيضا المصابين والجرحى، استقبل اليوم 23 مصابا ليتلقون العلاج في المستشفيات المصرية المختلفة. إذا ما تحدثنا عن مسار آخر حددته مصر أيضا، وهو المسار الجوي في مطار العريش، استقبل خلال الساعات الماضية طائرة إماراتية على متنها 23 طن من المواد الإغاثة وأيضا المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أنه كان هناك طائرة إماراتية أخرى لإجلاء بعض المصابين والمرافقين، يبلغ عددهم ما يقرب من 90 مصاب ومرافق للذهاب لدولة الإمارات الشقيقة، بالتنسيق بالطبع مع السلطات المصرية. بالإضافة إلى أن كل هذه الشاحنات التي تتحرك وتتدفق في مدينة العريش ومعبر رفح أيضا سينضم إليها القافلة التي أعلن عنها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمكونة من 300 شاحنة بها أكثر من 3000 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وخاصة مستلزمات الأطفال. نتحدث عن أيضا استمرار المطبخ الإنساني في مدينة الشيخ زويد لتقديم عدد من وجبات الإفطار والسحور لأهالي قطاع غزة. مجهودات مصرية كبيرة تنفيذا بالطبع لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة بالنسبة لحركة الشاحنات والمساعدات في مدينة العريش ومعبر رفح. عودة إليكم مرة أخرى.